بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيذكر فضيلة الدكتور عمر الأشقر حفظه الله تعالى في المبحث الثالث موضوع حفظ الرسالات، يقول: لما كانت الرسالات السابقة مرهونة بوقت وزمان فإنها لا تخلد ولا تبقى لأنها مؤقتة، ولم يتكفل الله بحفظها، وقد وكل حفظها إلى علماء تلك الأمة التي أنزلت عليها. فالتوراة وكل حفظها إلى الربانيين والأحبار، حيث قال تعالى: والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. إذن حفظ الكتب السابقة كان تكليفا شرعيا إراديا طلبيا، ولم يكن أمرا كونيا قدريا. فكلف الله الأحبار والرهبان بأن يحفظوا، أو الربانيين بأن يحفظوا كتاب الله تعالى كتكليف، لكنهم لم يفعلوا ذلك. فلم يطق الربانيون والأحبار حفظ كتابهم، وخان بعضهم الأمانة فغيروا وبدلوا وحرفوا. وحسبك أن تطالع التوراة لترى ما حل فيها من تغيير وتبديل، لا في الفروع بل في الأصول، فقد نسبوا إلى الله ما يقشعر الجلد لسماعه، ونسبوا إلى الرسل ما يترفع الرعاع عن نسبته إليهم، لأن هناك نصوصا قطعا لا يمكن، يستحيل أن تكون من عند الله، مستحيل، كنسبة بعض الأنبياء إلى الشرك وإلى الفواحش والسكر ونحو ذلك من هذه الجرائم. وهذه من أسوأ عورات الملل المحرفة اليهودية والنصرانية إذا قورنت بما حفظه الإسلام من مقام الأنبياء وتعظيمهم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وسب الأنبياء سنة ماضية وخلق راسخ عند اليهود قتلت الأنبياء، وربما وضيع أنه خلال الأيام الماضية فيما يسمى القناة العاشرة اليهودية أذاعوا شيء معين في سب المسيح عليه السلام وقذف لأمه الطاهرة مريم عليه السلام، كما قص الله عنهم وقولهم في مريم بهتانا عظيما. فهم لا يستحيون حتى لا ينظرون لموضوع المصالح مصالحهم، أو إن علشان يكسبوا الغرب المفروض ما يشتموش، مش نبي بقى ده الغرب يعتبروا إله. ومع ذلك لرسوخ هذه الأخلاق وهذه الحرفات في أعماقهم، فهم لا يستطيعون أن يستغنوا عن هذا التطاول، وهذا يعني السباب للمسيح عليه السلام. وإذا شئت أن ترى، يعني أن تعرف حقية دين الإسلام بالنسبة لغيره، فالمسلمون حينما تجدهم أكثر الناس تألما للتطاول على مقام المسيح عليه السلام. بعض الناس بتحاول أن تظهر ذلك أنه نوع من المجاملة للنصارى باعتبارهم هم أتباع المسيح، وهذا غير صحيح، لأنه ليسوا أتباع المسيح، هم أعداء المسيح. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، فالذين عبدوا المسيح هم الذين كفروا، وأتبعوا عن الحقيقة هم أهل التوحيد وأهل الإسلام. فيصل الضلال المبين إلى بعض الناس أنه بيجامل النصارى ويقول: طيب هؤلاء ما هم دول صلبوا المسيح وفعلوا كذا وكذا، فيكفر بهذه الكلمة. يعني لو مسلم
أجرى مثل هذه الكلمة أنه مصدق بمعاذ الله بأن المسيح صلب، هي قضية الصلب ذاتها ما هيش مشكلة لو وقعت، لأنهم قتلوا، والقتل ممكن يكون بأكثر من وسيلة، لكن القضية أن الله أخبر بأنه لم يصلب، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. فأي إنسان يدعي الإسلام ثم يكذب الله في خبره فهو قطعا خارج من ملة الإسلام، هذا كافر لا حظ له في الإسلام، لأنه يكذب خبر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. فالتساهل في مثل هذا من أسرع أبواب الردة والخروج عن دين الإسلام، مجاملة لأعداء المسيح، ولا نقول أتباع المسيح، وإنما أتباع المسيح على الحقيقة هم المسلمون. ذلك تجد حرارة الغيرة على الأنبياء هي في المسلمين، أما الجماعة اللي حتى بيعبدوا بقى المسيح إله بتاعهم تجد الانفعال ما هوش بالصورة يعني المتوقعة. لماذا؟ لأننا بالفعل أتباع المسيح على الحقيقة عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول بينا شيئا من افتراءات اليهود على الله في الجزء الأول من هذه السلسلة في كتاب العقيدة في الله، وبينا شيئا من افتراءاتهم على الرسل في الباب السابق الرسل. وسأورد هنا مثالا واحدا من تحريف اليهود. هذا التحريف جعل التوراة متناقضة. النص الأصلي في التوراة هو خذ ابنك الوحيد الذي تحبه واذبح، خذ ابنك الوحيد الذي تحبه واذبحه. هذا الابن هو إسماعيل، ولكن اليهود كبر عليهم أن يذهب إسماعيل وأبناؤه وهم العرب بهذا الفضل، فأقحموا في النص كلمة إسحاق لينسبوا الفضل لأنفسهم، فأصبح النص في التوراة المحرفة التي بين أيديهم اليوم خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذبحه، وهذا في سفر التكوين. لكن هذا الذي حرف النص هنا لم ينتبه إلى التناقض الذي أوجده مع نصوص أخرى في التوراة، فقد ورد في التوراة نفسها أن إسماعيل ولد لإبراهيم وعمر إبراهيم 86 سنة، هذا كما في الإصحاح 16 من سفر التكوين. يبقى ولد إسماعيل، ولد إسماعيل لإبراهيم، وإبراهيم كان له 86 سنة، وعلى ذلك يكون إسماعيل هو ولده الوحيد. أما إسحاق فتقول التوراة إنه ولد وكان إبراهيم ابن 100 سنة حين ولد له إسحاق، نفس التوراة. فيبقى لما يقول له ابنك الوحيد يبقى يقصد إسماعيل أم إسحاق؟ يعني من سن 86 ل 114 سنة، فبقي 14 سنة لم يولد يعني إسحاق، فابنك الوحيد يبقى ذا لا شك أنه إسماعيل عليه السلام. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني عند البشارة بشرت زوجة يعني سارة بإسحاق، ومش كده وبس، وإن إسحاق ده سيكون من ذريتي مين؟ يعقوب. يبقى هذا إخبار بأنه سيعيش ويتزوج ويولد له، في حين الابن الذي ذبح يبقى ده يتنافى بقى، يبقى موضوع لو هو اللي كان حيذبح فأيضا هذا تناقض. إذا كان هو احتمال يذبح، فلو ذبح هل يقال له فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، إن حيبقى يكبر ويتزوج ده عند البشارة بإيه؟ بإسحاق نفسه. فطبعا هذا يتعارض مع الدعوة أنه يعني إسحاق عليه السلام. إذن يكون إسماعيل هو ولده الوحيد. أما إسحاق فتقول التوراة إنه ولد وكان إبراهيم ابن 100 سنة حين ولد له إسحاق. أرأيت كيف فضح الله مكرهم وكيدهم وأظهر تحريفهم وتبديلهم؟ فبالنسبة للرسالات السابقة وكر الله حفظ هذه الرسالات وكتبها إلى الربانيين والأحبار، فبعضهم حرف كتاب الله كما هو معلوم. أما هذه الرسالة الخاتمة فقد تكفل الله سبحانه وتعالى بنفسه بحفظها، ولم يكل حفظها إلى البشر. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وانظر اليوم في هذا العالم شرقه وغربه لترى العدد الهائل الذي يحفظ القرآن عن ظهر قلب. ومن أسباب
يعني تيسير من أسباب الحفظ أن الله يسره. قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يقول العدد الهائل الذي يحفظ القرآن عن ظهر قلب، حيث لو شاء ملحد أو يهودي أو صليبي تغيير حرف منه فإن صبيا صغيرا أو ربة بيت أو عجوزا لا يبصر طريقه يستطيعون الرد عليه وبيان خطأه وافترائه. ناهيك عن العلماء الذين حفظوا وفقهوا معانيه وتشبعوا بعلومه. وانظر إلى تاريخ هذا الكتاب وكم نال من عناية ورعاية في تدوينه وتفسيره وإعرابه وقصصه وأخباره وأحكامه، ولا يوجد كتاب على سطح الأرض لقي من الاهتمام ما لقي القرآن الكريم. ما كان ذلك ليكون لولا ذلك الحفظ الإلهي الرباني، وسيبقى هذا الكتاب إلى أن يأذن الله بزوال هذا الكون ودماره. ينتقل إلى ذكر مواضع الاتفاق والاختلاف في الرسالات السماوية. فأما مواضع الاتفاق فهي أولا الدين الواحد، فالرسالات التي جاء بها الأنبياء جميعا منزلة من عند الله العليم الحكيم الخبير، ولذلك فإنها تمثل صراطا واحدا يسلكه السابق واللاحق. ومن خلال استعراضنا لدعوة الرسل التي أشار إليها القرآن نجد أن الدين الذي دعت إليه الرسل جميعا واحد هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. والإسلام في لغة القرآن ليس اسما لدين خاص، وإنما هو اسم للدين المشترك الذي هتف به كل الأنبياء. فنوح يقول لقومه وأمرت أن أكون من المسلمين، والإسلام هو الدين الذي أمر الله به أبا الأنبياء إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ويوصي كل من إبراهيم ويعقوب أبناءه قائلا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأبناء يعقوب يجيبون أباهم نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وموسى يقول لقومه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. والحواريون يقولون لعيسى آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وحين سمع فريق من أهل كتاب القرآن قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. فالإسلام شعار عام كان يدور على ألسنة الأنبياء وأتباعهم منذ أقدم العصور التاريخية إلى عصر النبوة المحمدية. كيف يتحقق الإسلام؟ يقول الإسلام هو الطاعة والانقياد والاستسلام لله تعالى بفعل ما يأمر به وترك ما ينهى عنه. ولذلك فإن الإسلام في عهد نوح يكون باتباع ما جاء به نوح، لأن كلمة النجاة في عهد نوح عليه السلام مكونة من شقين. الشق الأول هو القاسم المشترك بين جميع الرسالات السماوية، لا إله إلا الله. الشق الثاني يختلف، في عهد نوح لا إله إلا الله نوح رسول الله، في عهد موسى لا إله إلا الله موسى رسول الله، وهكذا في عهد المسيح عليه السلام. والإسلام في عهد كل نبي يكون باتباع شريعة هذا يعني النبي. أما الإسلام في عهد خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يكون بالتزام ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولب دعوات الرسل وجوهر الرسالات السماوية هو الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له ونبذ ما يعبد من دونه. وقد عرض القرآن هذه القضية وأكدها في مواضع متعددة. مرة يذكر دعوة الرسل فنوح يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإبراهيم قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، وهود قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وصالح قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومرة ينص على أنه أرسل الرسل جميعا بهذه المهمة الواحدة، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
ومرة يسرد سيرة الأنبياء وأتباعهم ينظمهم في سلك واحد ويجعل منهم أمة واحدة لها إله واحد. إن هذه أمتكم ملتكم، يعني خطاب الأنبياء، إن هذه أمتكم أمة هنا بمعنى الملة، إن هذه ملتكم ملة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ومرة يجعل الاستجابة لله وتحقيق العبودية له هي الدين والملة، ويجعل من رفضها يحكم على نفسه بالسفه والضلال، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وملة إبراهيم عليه السلام حددها بقوله: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ومرة يبين أنها وصية الرسل والأنبياء لمن بعدهم: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. ومرة ينص على وحدة الدين الذي شرعه للرسل العظام: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كذلك أيضا ثبت في السنة أن نوحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أوصى ولده بمثل ذلك، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نبي الله نوح عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة مغلقة قصمتهن، أي كسرتهن لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، وأنهاك عن الشرك والكبر. وهذا رواه البخاري في الأدب المفرد والبيهقي في الأسماء، ويعني صححه الألباني في الصحيح رقم 134. ولم تكتف الرسالات السابقة بالدعوة إلى عبادة الله وحده، بل بيّنت الأسباب التي تجعل هذه الدعوة هي الحق الذي لا محيص عنه، وذلك بذكر خصائص الألوهية وبالحديث عن نعم الله تعالى التي أنعم بها على عباده، وبتوجيه الأنظار والعقول للنظر في ملكوت السماوات والأرض. فنوح يقول لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. نفس هذا المعنى يتردد في صحف إبراهيم وموسى، وقد ورد فيها كما أخبرنا القرآن: وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. إذن أول أوجه التشابه والتماثل بين الرسالات السماوية، أول مواضع الاتفاق، هو الدين الواحد، إن الدين عند الله الإسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: نحن معشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهتنا شتى، كالرجل الذي يكون متزوجا أكبر أكثر من امرأة، فإن أولاده لصلبه الأب واحد لكن الأم مختلفات. فكذلك الأب اللي هنا يراد به الدين نفسه، العقيدة واحدة توحيد، والشريعة هي التي تختلف من نبي إلى نبي. الوجه الثاني من أوجه الاتفاق المبادئ الخالدة،
الثابتة بين جميع الرسالات السماوية وهي مسائل العقيدة. فليست الدعوة إلى عبادة الله وحده هي القضية التي اتفقت فيها الرسالات، فأماكن الاتفاق كثيرة. فمن ذلك أمور الاعتقاد التي تشكل تصورا واحدا وأساسا واحدا لدى جميع الرسل وأتباعهم. أول الرسل نوح ذكر قومه بالبعث والنشور، فمما قاله لقومه: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. فالاعتقاد بالبعث والنشور هذا من القواسم المشتركة. وأيضا أعلمهم بالملائكة والجن نوح عليه السلام وهو أول الرسل، ولذلك قال الكفار من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة. والإيمان باليوم الآخر واضح في دعوة إبراهيم: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. كما تلاحظون نحن ليس لدينا نافذة موثوق بها نطلع بها على الأنبياء ونؤمن بالأنبياء السابقين إلا القرآن الكريم. يعني حتى اليهود والنصارى يفتقرون في إثبات دينهم ونبوية أنبيائهم إلى القرآن. لماذا؟ لأنه ليس عندهم إسناد على الإطلاق، فيش حديث حتى أو كلمة عن المسيح أو موسى أو غير من الأنبياء في سند متصل إطلاقا، انقطع السند تماما تماما، لا يوجد أي سند متصل لكتبهم. فهم يفتقرون إلى القرآن في إثبات صحة رسالات أنبيائهم. لماذا؟ لأن القرآن هو المهيمن على هذه الكتب، هو الحاكم عليها، وهو الذي حفظ يعني أدلة ثبوت نبوة هؤلاء الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. في دعوة موسى نجد الإيمان باليوم الآخر أشد وضوحا. فالسحرة عندما خروا سجدا ماذا قالوا لفرعون؟ إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. ولذلك ليس يعني عبثا ولم يأتي من فراغ تلك النقوش الموجودة يعني على آثار قدماء المصريين والتي تثبت تفاصيل يوم القيامة من ميزان الأعمال والحساب والجنة والنار والنعيم إلى آخره، وأن وجود حياة أخرى كما يثبت في نقوشهم ورسومهم في الرواية الهيروغليفية. هذا هو صورة من صور التأثر بدعوة الأنبياء ومنهم موسى عليه السلام ويوسف لما كان هنا في مصر. فهذه تثبت إيه؟ أنهم قد تأثروا بهذه العقائد مع ما كانوا يتلبسون به من الشرك ومن الضلال المبين وطمس الحقائق. فالطمس أهم حقيقة في الوجود وحقيقة التوحيد، أن نرى بعض الناس يعني تستخفهم الحمية الجاهلية الوطنية ويظل يفاخر بأن مصر هي التي اخترعت التوحيد. التوحيد ده اكتشاف فرعوني، واضح؟ بالعافية كده ناس عبدت أوثان وعبدت الملوك وكل دينهم شرك ووثنية وعبادة البشر والملوك، وذلك لأنهم يعني يعتقدون أن الدين تطور. يعني هو داروين قال لهم بالتطور في 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 بنية الإنسان، الإنسان ناشئ عن الشمبانزي إلى آخره. فنفس الشيء في العقيدة، يزعمون أن التوحيد ده اكتشاف أرضي. يعني هم عايزين يريدون أن يشيروا من طرف خفي أن أصل الأديان أنها وضعية من وضع الإيه؟ البشر، هم الذين اخترعوا الأديان وليس هناك دين نازل من السماء. فيعني يقتربون من ذلك بصورة فيها نوع من التلبيس حينما يلحون على تكرار إن الإنسان كان بيعبد الأول الشجر والقمر والترقى ومش عارف بدل يعبد كذا وكذا، لحد في الآخر ما الإنسان اكتشف التوحيد، وإن التوحيد اكتشاف فرعوني.
وإن مصر من فجر الزمان آمنت بالإيه؟ بالإله الواحد. الإله الواحد. طب نرجع بقى للإله الواحد إخناتون. ده إخناتون ما كانش إله واحد ولا حاجة، ده هو وحد الثلاثة آلهة في إله الآتون اللي هو بتاع الشمس ومش عارفه إيه، يعني عمل يعني شركة كده، شركة مساهمة من ثلاث آلهة وخلاهم إله واحد. يعني هو قريب من كلام النصارى، واضح؟ أظن إخناتون ونفرتيتي وآتون إله الشمس، يعني عمل الثلاثة بقوا حاجة واحدة، اندمجوا مع بعض، وحد الإله مع بعضها. فيقولون نحن أول ناس اخترعنا التوحيد. فالتوحيد ليس اختراعا بشريا، التوحيد عكس ما زي التطور برضو. نظريات التطور تقول الإنسان بيترقى من كذا إلى كذا، وما فيش أدلة عليها طبعا علمية، وانهارت أصلا علم الجينات، قضى عليه نسفها. فهم بيقول بيدعوا أن الإنسان بإيه؟ بيترقى وبيتطور. قمة التطور عندهم هو بنية الإنسان الأوروبي الأبيض. الواقع أن الإنسان مش في بنيته مش بيتطور، ده الحديث بيثبت أنه بإيه؟ بيتضاءل، لأن آدم عليه السلام كان طوله إيه؟ 60 ذراعا في السماء. 60 ذراعا تيجي تقريبا حوالي 14-15 دور، عمارة من 15 دور، ده طول آدم عليه السلام، واضح؟ فالإنسان ما زال خلقه إيه؟ بيتناقص. الأمر الثاني نفس الشيء في العقيدة، هم بيتصوروا العقيدة تتطورت. لا، الحقيقة أن بالعكس، ده الأصل هو التوحيد ثم الشرك طرأ عليه. يعني آدم عليه السلام كان نبيا مكلما، واضح؟ فآدم كان يعرف ربه، وحواء كانت تعرف ربها. فالصورة الكاذبة المفترة التي يرسمون بها الإنسان الأول على أنه في كائن قبله، كائن عنده تخلف عقلي وبيترقى بقى، ويرسموا يتخيلون مناظر معينة الإنسان بيترقى فيها، فيزعمون أن في تطور حصل في العقيدة. لا، هي العقيدة حصل انتكاس مش تطور. كان الناس أمة واحدة يعني على التوحيد، فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب والميزان ليحكم بين الناس إيه؟ فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم العلم. فالشاهد أن عكس التطور برضو في قضية العقيدة، لا، الأصل التوحيد ثم الشرك طارئ، واضح؟ فهذا أمر مهم جدا، هذا المفهوم في غاية الخطورة، أن العقيدة ما حصل مش اكتشاف بشري، والله سبحانه وتعالى منزه عن أن وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. هذا سوء ظن بالله، والله عز وجل تأبى حكمته عز وجل أن يخلق الناس ويتركهم سدى دون أن ينزل عليهم الوحي الذي يهديهم. فلذلك سوى القرآن الكريم أو وصف القرآن الكريم الذين يجوزون أن الله سبحانه وتعالى يخلق الخلق ثم يتركهم سدى بأن هذا عدم تعظيم لله. وما قدر الله حق قدره، لماذا؟ إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فهذا يتنافى مع تعظيم الله، أن حكمة الله تأبى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فإذا احذروا من مثل هذه المفاهيم الخطيرة، لأن هؤلاء الناس في سبيل المحاولة على الانتساب لبعض الأمجاد يمدرون عقائد وثنية وشركية. ففين التوحيد تاع قدماء المصريين؟ فين وهي دينهم قائم على عبادة الملوك؟ ها؟ وأثرهم شهيدة بذلك، كان الناس وثنيين. أما ما وجد في رسوماتهم وأحجارهم من إشارة إلى البعث والنشور وميزان الأعمال، فهذا كله ماء، لأن هذه أشياء لا تدرك بالعقل، دي لا تأتي إلا عن طريق الغيبيات. كيف يعرف عرف الناس أن الأعمال بتوزن؟ عن طريق الوحي. فهذا نوع من التأثر بإيه؟ بدعوات الأنبياء، تأثروا بدعوات الأنبياء وسجلوا ذلك في يعني أحجارهم. كذلك جاء في صحف إبراهيم وموسى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وكل الرسل والأنبياء أنذروا أممهم المسيح الدجال، كما جاء في الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال فقال إني أنذركموه وما من نبي إلا قد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكن سأقول لكم فيه قولا
لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. فالله سبحانه وتعالى جعل في هيئة الدجال ما يفضح كذبه، أنه جعل في مظهره ما يدل على النقص، لأن لو كان إلها لدفع النقص عن نفسه، فكون الدجال أعور العين هذا دليل على أنه ناقص، مخلوق ناقص ومشوه. كذلك أيضا من مواضع الاتفاق في الرسالات السماوية القواعد العامة، فالكتب السماوية تقرر القواعد العامة التي لا بد أن تعيها البشرية في مختلف العصور كقاعدة الثواب والعقاب، وهي أن الإنسان يحاسب بعمله فيعاقب بذنوبه وأوزاره، ولا يؤاخذ بجريرة غيره ويثاب بسعيه، وليس له سعي غيره. يقول تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى، يعني الكلام اللي جاي ده موجود فين؟ في صحف موسى، متوافق مع القرآن. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، إيه بقى هو؟ ما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ومن تلك المبادئ الخالدة يعني أو القواعد العامة أن الفلاح الحقيقي يتحقق بتزكية النفس بمنهج الله والعبودية له وإيثار الآجل على العاجل. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. من هذه المبادئ والقواعد العامة أن الذي يستحق وراثة الأرض هم الصالحون، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقد سأل أبو ذر رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن محتويات صحف إبراهيم وصحف موسى. ففي الحديث الذي يرويه ابن حبان والحاكم عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما كانت صحف إبراهيم؟ قال كانت أمثالا كلها أيها المسلط، أي الحاكم النافذ السلطان، أيها المسلط المبتلى أي المختبر المغرور، إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض، ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم، فإني لا أردها وإن كانت من كافر. وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن يكون له ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيها في صنع الله عز وجل، وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب. وعلى العاقل ألا يكون ضاعنا أي مرتحلا إلا لثلاث: تزود لمعاد أو لمعاش أو لذة في غير محرم. وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه، مقبلا على شانه، حافظا للسانه، ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. قلت يا رسول الله فما كانت صحف موسى؟ قال كانت عبارا كلها أي مواعظ. عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح، عجبت لمن أيقن بالنار ثم هو يضحك، عجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب، عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم اطمأن إليها، عجبت لمن أيقن بالحساب غدا ثم لا يعمل. أخبرنا القرآن الكريم أن الرسل جميعا حملوا ميزان العدل والقسط، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأيضا أن الرسل أمروا أن يكسبوا رزقهم بالحلال، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. أيضا كثير من العبادات التي نقوم بها كانت معروفة عند الرسل السابقين وأتباعهم، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وإسماعيل عليه السلام وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وقال الله لموسى عليه السلام فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وقال عيسى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الصوم أيضا كان مفروضا على من قبلنا كما هو مفروض علينا، قوله تعالى
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحج أيضا فرضه إبراهيم عليه السلام، يقول تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وقد كان لكل أمة مناسكها وعبادتها، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال تعالى لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكون. ومما اتفقت فيه الرسالات أنها بيّنت المنكر والباطل ودعت إلى محاربته وإزالته، سواء أكان عبادة أوثان أو استعلاء في الأرض أو انحرافا عن الفطرة كفعل قوم لوط، أو عدوانا على البشر وأحوالهم بقطع الطريق والتطفيف بالميزان. ثم أذكر المطلب الثاني وهو اختلاف شرائع الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول إذا كان الدين الذي جاءت به الرسل واحدا وهو الإسلام، فإن شرائع الأنبياء مختلفة. شريعة عيسى تخالف شريعة موسى في بعض الأمور، وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم تخالف شريعة موسى وعيسى في أمور. قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والشرعة هي الشريعة وهي السنة، والمنهاج الطريق والسبيل. وليس معنى ذلك أن الشرائع تختلف اختلافا كليا، فالناظر في الشرائع يجد أنها متفقة في المسائل الأساسية. وقد سبق ذكر النصوص التي تتحدث عن تشريع الله للأمم السابقة، الصلاة والزكاة والحج وأخذ الطعام من حله وغير ذلك. والاختلاف بينها إنما يكون في بعض التفاصيل، فأعداد الصلوات وشروطها وأركانها ومقادير الزكاة ومواضع النسك ونحو ذلك قد تختلف من شريعة إلى شريعة، وقد يحل الله أمرا في شريعة لحكمة ويحرمه في شريعة أخرى لحكمة. ونضرب لهذا أمثلة. أولا الصوم، فقد كان الصائم يفطر بغروب الشمس، ويباح له الطعام والشراب والنكاح إلى طلوع الفجر ما لم ينم، فإن نام قبل الفجر حرم عليه ذلك كله إلى غروب الشمس من اليوم الثاني. فخفف الله عن هذه الأمة وأحله من الغروب إلى الفجر سواء أنام أم لم ينم. قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الثاني ستر العورة حال الاغتسال، لم يكن واجبا عند بني إسرائيل، كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة، ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده. الثالث الأمور المحرمة، فمما أحله الله لآدم تزويج بناته من بنيه، ثم حرم الله هذا بعد ذلك، وكان التسري على الزوجة مباحا في شريعة إبراهيم، وقد فعله إبراهيم لما تسرى بها على سارة، وقد حرم الله مثل هذا في التوراة على بني إسرائيل. كذلك كان الجمع بين الأختين سائغا، وقد فعله يعقوب عليه السلام جمع بين الأختين ثم حرم عليهم في التوراة، وحرم يعقوب على نفسه لحوم الإبل وألبان الإبل. والسبب في ذلك كما ثبت في الحديث أن إسرائيل أي يعقوب مرض مرضا شديدا وطال سقمه، فنظر لله لئن شفاه الله من سقمه لا يحرمن أحب الطعام والشراب إليه، وكان أحب الطعام إليه لحم الإبل، وأحب الشراب إليه ألبانها. وهذا الذي حرمه إسرائيل حرمه الله على بني إسرائيل وحرم في التوراة. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. ومما حرمه الله على اليهود ما قصه علينا في سورة الأنعام، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.
فقد حرم الله عليهم كل ذي ظفر وهو البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع كالإبل والنعام والوز والوز والبط، وحرم عليهم شحوم البقر والغنم إلا الشحم الذي على ظهر البقر والغنم أو ما حملت الحوايا وهو ما تحوى في البطن وهي المباعر والمرابط أو ما اختلط بعظم. هذا التحريم لم يكن سببه خبث المحرم، إنما سببه التزام من أبيهم إبراهيم في بعض المحرمات فألزم أبناءه من بعده بمثل ذلك. وبعض المحرمات كانت تحرم عقوبة لبني إسرائيل بسبب ظلمهم، قال تعالى ذلك جزيناهم ببغيهم، وقال تعالى فبظلم سبب ظلم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. ثم جاء عيسى فأحل لبني إسرائيل بعض ما حرم عليهم ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجاءت الشريعة الخاتمة لتكون القاعدة إحلال الطيبات وتحريم الخبائث. ثم يذكر مبدأ أن الإخوة الأنبياء إخوة لعلات، يقول وقد ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا لاتفاق الرسل في الدين الواحد واختلافهم في الشرائع، فقال الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. قال ابن حجر رحمه الله الأنبياء وأولاد علات، وفي رواية عبد الرحمن في صحيح البخاري والأنبياء إخوة لعلات، والعلات الضرائر، وأولاد العلات الإخوة من الأبي وأمهاتهم شتى، ومعنى الحديث أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد وإن اختلفت فروع الشرائع. أما فيما يتعلق بالقصر والطول ووقت النزول، يقول القرآن الكريم أطول الكتب السماوية وأشملها، ففي الحديث أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. والكتب السماوية المعروفة لنا كلها أنزلت في شهر رمضان، فقد جاء في الحديث أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان، رواه الطبراني وصححه الألباني. ثم يناقش أخيرا موقف الرسالة الخاتمة من الرسالات السابقة، يقول بيّن الله هذا في جزء من آية في كتابه حيث قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وكون القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب تحقق من وجوه: الأول أن الكتب السماوية المتقدمة تضمنت ذكر هذا القرآن ومدحه، فالقرآن مدح في الكتب السابقة، والإخبار بأن الله سينزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فكان نزوله على الصفة التي أخبرت بها الكتب السابقة تصديقا لتلك الكتب، مما زادها صدقا عند حامليها ومن ذوي البصائر الذين انقادوا لأمر الله واتبعوا شرائع الله وصدقوا رسول الله، كما قال تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، أي إن كان ما وعدنا الله في كتبه المتقدمة وعلى ألسنة رسله من إنزال القرآن وبعثه محمدا لمفعولا، أي لكائنا لا محالة ولا بد. الدليل أو الوجه الثاني الذي يؤكد أن القرآن أو الذي يبين القرآن مصدق لما بين يديه أن القرآن جاء بأمور صدق فيها الكتب السماوية السابقة بموافقته لها، يقول تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا.
فاستيقان الذين أوتوا الكتاب إنما يكون بسبب علمهم بهذا من كتبهم. الوجه الثالث أن القرآن أخبر بإنزال الكتب السماوية وأنها من عند الله وأمر بالإيمان بها كما سبق بيانه. بيحصل الحقيقة في هذه الأيام شيء عجيب جدا، يعني من أسوأ أنواع التحريف، أن بعض الناس بتتكلم في موضوع علاقة الإسلام بغيره من الأديان، بيحصل نوع من التلبيس، ولدرجة أن بعضهم يعني يجد في نفسه الجرأة أن يقول إيه، والمتطرفين دول بيقولوا إن اليهود والنصارى كفار، فدخلوها دي في ضمن الإيه، إن ده شيء يعني يستعجب منه. يعني إحدى الشخصيات كانت يعني بتتعامل مع شخص ملتزم، يعني فمعاه بقى واحد خواجة، فبيقول له ده متطرف كبير، طب تعالى كده بص يا فلان، النصارى واليهود هيخش ما يموت يدخلوا الجنة ولا يدخلوا النار؟ قال له يدخلوا النار. فقال له شفت، بقول لك متطرف. فأصبح ده هو يكفر بهذا الاعتقاد الذي يعتقد أن النصارى واليهود على دينهم الحالي المحرف وعقائدهم الكفرية يدخلون الجنة، ده كفر صراح، هذا خروج من ملة الإسلام. وبعض الناس بتعتبر أول ما تيجي كلمة كفر دي برضو يربطوها بإيه، بالجماعة بتوع التكفير، دول المتطرفين. لا يوجد دين ليس فيه تكفير، لا خير في دين لا تكفير فيه، والتكفير فيه تكفير، بس هو تكفير بضوابط. ولذلك ما يوجد مرجع فقهي على الإطلاق يخلو من كتاب الإيه، الردة، إن الردة لها أشياء. يعني هو أي حد يقول أنا مسلم يبقى مسلما، طيب مسلمة كذاب يبقى مسلما حتى لو ادعى النبوة. فموضوع إن إرهاب الناس وتخويفهم عشان يسهلوا تسميم عقولهم بالأفكار الخاربة هذه بحجة إيه، إن ده كلام بتاع التكفير. لا، ما من القرآن نفسه، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم. فموضوع هذا الدجل هو طبعا لن يدوم، يعني الباطل بيضمحل والحق يثبت، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فهذه معاندة لحقائق ناصعة في الإسلام. هؤلاء الناس يعني يخدعون أنفسهم ويحملون وزر من يعني يضلونه. فما يعني اليهود والنصارى بيكفرون ولا مش يكفرون؟ هم يكفرون ان نحن ايضا. وبعدين طبقا لمبدا يعني هو الخلط بيحصل بسبب ايه، يكثرون الكلام عن التسامح والتعصب. فالتسامح والتعصب يعني طبقا هنتكلم بالمبادئ بتاعتهم هم، يعني نعاملهم بقوانينهم اللي هي حريه العقيده. فانا حر يا اخي، انا بعتقد انك كافر، انا حر، دي عقيدة داخلي، أنا حر أعتقد ما شئت، لأن اليهودي بيعتقد أنني كافر والنصراني نفس الشيء. ها؟ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. فأنا حر، كل واحد حر يعتقد، دي عقيدة في قلبي، أنا حر أعتقد كافر مش كافر. إذا كان قلتم أن عبادة الشيطان حرية عقيدة، عبادة الشيطان نفسها حرية عقيدة، فأنا حر في أن أعتقد أن من فعل كذا فهو كافر. التعصب ليس التعصب طبقا لمبدأ حرية العقيدة ليس مجاله أو ليس مجاله الاعتقاد، لأن الإنسان حر في أن يعتقد طبقا لإيه؟ لعقيدته. لكن التعصب والتسامح مجاله لإيه؟ يعني أنا لما أتنازل عن عقيدتي وأقول أن النصراني أو اليهودي رايح الجنة وأن ما فيش فرق وكلنا إخوة إلى آخره، أنا بكذا بعمل إيه؟ بأذي نفسي أكبر أذية، لأني بهذا كفرت، خرجت من ملة الإسلام، ديني يجعلني مرتدا إذا اعتقدت ذلك. فهل هناك أذية أكثر من هذا؟ طيب التسامح في التعامل، في التسامح والتعصب فقط في دائرة الإيه؟ التعامل، وليس في دائرة الاعتقادات، بدليل أن هم بيكفرونا. فموضوع التكفير ده إرهاب، أن يقول لك ده كلام جماعة متشددين ومتطرفين أن بيكفروا. تصور ده بيكفر اليهود والنصارى ويقول هيدخلوا النار، هو الذي اكفرهم هو الله سبحانه وتعالى. فانت ان كنت مؤمنا بالقران والاسلام دين الحق وشككت في هذا، لا حظ لك في الاسلام، فانت كافر مرتد، لان هذا رد الحكم الله تعالى سبحانه وتعالى. يصل ان بعضهم يعني انا اذكر وانا صبي صغير
يمكن في أواخر الـ أو أواخر الـ أو أوائل الستينيات كان في واحد مغني مشهور عمل قصيدة أو أغنية، أنا فاكر شفت الإعلام بتاعها كنت ماشي في المنشية زمان، وكان الراجل بيشغلها، هي ما انتشرتش قوي، لكن بيقول إيه، المسيح شايل صليبه على كتفه مش عارف ماشي في طريق الألام، لواحد مش عايزين نقول اسمه في الدرس العلمي، ومشهور جدا ومنسوب إلى الإسلام، فمصدوق ويقول حاجة فيها الإيه، وجماعة الحدافيين من الشعراء مغرمين جدا بالتشبيه بالصليب ده، يحمل الصليب على الألام ومش الألام، وبيحاولوا يعني يمرروا لنا هذه الكفريات في خلال مثل هذه الأساليب. فالتساهل عنها في هذه الأشياء، أن واحد يقول عشان يداهن النصارى ويقول لهم أن المفروض شيخ الأزهر والمفتي يصدروا فتوى باستنكار، فإحنا محتاجين، هل يوجد مسلم لا يستفز بأن اليهود يسبون المسيح عليه السلام؟ ده هو من ميزة الإسلام، هل يتصور أن مسلما يسب المسيح أو موسى عليه السلام أو أي نبي من الأنبياء؟ يقفر يخرج من الملة حتى لو آمن بالرسول عليه السلام وبالقرآن، فلا يقع أبدا من مسلم إساءة الأنبياء، ما يقع إلا من هؤلاء الكفر من اليهود والنصارى، سواء تطور على رسول الله محمد عليه السلام أو على غيره من الأنبياء. فالشاهد يعني أن نعود لموضوعنا، التعصب والتسامح له مجال، يحصل فيه تعصب ومجال المعاملة فقط، التعامل المباشر، أن فمن التعصب أن يكون للذمي مثلا حق وتبخسه حق، أو تكلفه فوق ما يطيق، أو تؤذيه بأي نوع من الأذية، فهذا له حرمة، يعني المعصوم في الدولة المسلمة مين؟ المعصوم الذي لا يجوز العدوان عليه مين؟ المسلم والذمي، الذمي أيضا معصوم فلا يعتدى عليه، ومن اعتدى عليه أو ظلمه فإن الرسول هو خصيمه يوم القيامة، فاحتراما لذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ظلمه أو بخسه حقه أو كلفه ما لا يطيق أو أساء إليه، يبقى هو ذات متعصب، فدائرة التعصب في التعامل. لكن أنا أعتقد أنه كافر دي ملهاش علاقة بالتعصب، طبقا لمبدأ حرية العقيدة، لأنها عقيدة في قلبي أنا حر، أعتقد أنه كافر، واضح؟ وبالدليل أنه هو كمان بيكفرني، اشمعنى هم ما حدش بيقول عليهم متعصبين؟ في نفس الوقت موضوع التطرف، كلمة المتطرفين بيقولوا إيه التطرف؟ تطرف الأخذ بإيه؟ بأطراف الأمور، إما الغلو وإما الجفاء، إما الإفراط وإما التفريط. فالمشكلة معنا إيه مع الناس اللي بيقولوا على المتدينين المتطرفين إيه؟ إن إحنا بنختلف في الميزان، ما هو الميزان الذي نقيس به الأشياء؟ الميزان عندنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالوسطية هي ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من حاد عنها يمنة أو يسرى فهو متطرف، لأنه انحاز عن الإيه؟ الوسط. فلازم لما تستعمل كلمة متطرف النهايات الأمور الأطراف لازم يكون في وسط، مادام في طرفين لازم يكون في إيه؟ وسط. فبعض الناس تعتقد أن واقع المجتمعات هو ده الوسط، وكل من خرج عنه فهو متطرف، يبقى اللي بيلتحي متطرف، الذي لا يصافح النساء متطرف، الذي يفعل كذا مش يبقى ده متطرف، لماذا؟ أن الوسط عندهم إيه؟ الواقع. أما أهل الحق وأهل الإسلام فالوسطية عندهم هي ما جاء به الرسول عليه السلام، فكل من حاد عنه يمنة أو يسرى فهو المتطرف، الذي حيد عن هدي الرسول عليه السلام الذي هديه خير الهدي هو الذي يتطرف في الحقيقة، واضح؟ وفي نفس الوقت في معنى مهم جدا، أنه لا يعني المتطرف هو كل من ليس من أهل السنة والجماعة، سواء من أهل الإسلام أو من أهل الملة الأخرى، فداخل دائرة الإسلام كل من ليس منتمع لأهل السنة والجماعة ومتمسكا بعقيدة فهو متطرف، سواء بقى الإرجاء في طرف أو الخوارج في طرف، الجبرية مثلا والإيه والقدرية، المجسمة والنفاء وهكذا. فالدين وسط، أهل السنة وسط في كل هذه القضايا. فالمتطرف إما يطلق من داخل دائرة أهل الإسلام على أهل البدع، دول يطلق عليهم متطرفين، وخارج أهل الإسلام كل من حد عن دين الإسلام فهو متطرف،
يعني غلط قوي ان احنا نمرر ايضا كلمه اللي تيجي في نشرات الاخبار وقد فعل كذا جماعه من المتطرفين اليهود. لا يمكن يكون يهودي مش متطرف، كل يهودي مش بضحك، انا بتكلم كلام علمي، كل يهودي متطرف. لماذا؟ لانه ليس من اهل الاسلام وليس من اهل السنه والجماعه. كل نصراني متطرف، هو في تطرف اكتر من انه يشتم ربنا ويقول ان الله له صاحب وله ولد وان الله ثالث ثلاثه. فهذا حيد عن دين الوسطية التي هو دين الإسلام ودين الحق وعقيدة التوحيد. فأيضا هذا المعنى من المعاني الخطيرة التي يراد يعني ترويجها. أنا أتوقع أن موضوع التطرف والإرهاب لأن خلاص هو نفذ استنفذ أغراضه، وغالبا حيبدأوا خلاص يتخلوا عن ترويج هذا المصطلح وتسويقه، لأنه كان لزوم عهد سيء الذكر بوش وأسلافه. الان في توجه ان ايه يحاولون تجميل الوقع القبيح لامريكا، وان الكلمه دي استعملت ظلما وفي اساءه. يمكن اول خطاب وجهه المدعو اوباما للعالم الاسلامي انه بيحاول يصالحه، يعني يصالح العالم الاسلامي، ويقول ان فعلا كلمه الارهاب استعملت استعمالا سيئا الى اخره. فيعني فالناس دول كذبوا الكذبه ثم صدقوها في الاعلام وفي غيره ممن يستعملون لفظ التطرف إشارة للمتدينين. لا، المتطرف هو كل من ليس مسلما من أهل السنة والجماعة داخل دائرة الإسلام. كل من ليس من أهل السنة والجماعة فهو متطرف، وخارج دائرة الإسلام كل من ليس مسلما فهو متطرف. فما فيش اسمها يهودي متطرف ويهودي معتدل. نعم طبعا، إذا ظن المعنى التطرف هؤلاء متطرفون، ما فيش يهودي معتدل. نعود إلى الكلام، يقول: والمهيمن في لغة العرب تطلق ويراد بها القائم على الشيء، وهو اسم من أسماء الله تعالى، ذلك أن الله تعالى قائم على شؤون خلقه تصريفا وتدبيرا ورعاية. والقرآن قائم على الكتب السماوية التي أنزلت من قبل، يأمر بالإيمان بها ويبين ما فيها من حق وينفي التحريف والتغيير الذي طرأ عليها، وهو حاكم على تلك الكتب لأنه الرسالة الإلهية الأخيرة التي يجب المصير إليها والرجوع إليها والتحاكم إليها. وكل ما خالفها مما جاء في الرسالات السابقة فهو إما محرف مغير وإما منسوخ. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أقوال السلف في معنى كلمة مهيمن، وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى، فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله، فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله. جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزل آخر الكتب وخاتمها، أشملها وأعظمها وأكملها، حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما ليس في غيره، فلهذا جعله شاهدا وأمينا وحاكما عليها كلها. وهذا يقتضي أن يجعل هذا الكتاب هو المرجع الأول والأخير في التعرف على الدين الذي يريده الله تعالى، ولا يجوز أن نحاكم القرآن إلى الكتب السماوية السابقة كما يفعل الضالون من اليهود والنصارى، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ثم يختم ببيان عدم حاجة الشريعة الخاتمة إلى غيرها. يقول: الشريعة الإلهية الخاتمة لا تحتاج إلى شريعة سابقة عليها ولا إلى شريعة لاحقة لها، بخلاف شريعة المسيح، فقد أحل المسيح أتباعه في أكثر الشريعة على التوراة، وشريعة الإنجيل مكملة لشريعة التوراة، ولهذا كان النصارى محتاجين إلى كتب النبوات المتقدمة على المسيح كالتوراة والزبور، وكانت أمم من قبلنا محتاجين إلى محدثين، بخلاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله أغناهم به فلم يحتاجوا معه إلى نبي ولا محدث، وذلك كما جاء في الحديث: قد كان في من قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر. فجابها في صيغة الشك، لأن الأمة مش محتاجة المحدثين، الشريعة يعني كاملة.
طبعا هذه نهاية الكتاب المبارك، كتاب الرسل والرسالات للأستاذ الدكتور عمر سليمان أشقر حفظه الله تعالى. بقي فصل نضيفه في الحقيقة لمباحث هذا الكتاب، وهو يتعلق بخصائص الرسالة المحمدية مقارنة بالرسالات الأخرى. هو قريب مما ذكره الدكتور الأشقر، لكن حقيقة في قدر من التفصيل نحن محتاجون إليه. وهذا الفصل في الحقيقة هو جزء من كتاب عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية، كتاب مهم جدا، كتاب في غاية الأهمية في هذه القضية، عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية للشيخ أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي. دراسة قيمة جدا وفي غاية الأهمية في قضية النبوة والرسالة وختم نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أهم ميزات رسالة الإسلام عن غيرها من الرسالات السابقة هي أنها هي رسالة الخاتمة. أكبر ميزة أنها هي رسالة يعني الخاتمة، وقد تواترت الأدلة من القرآن والسنة الكريمة الشريفة على عقيدة ختم النبوة بخاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك هذه الشريعة الإسلامية اختصها الله سبحانه وتعالى بخصائص تؤكد أنها خاتمة الرسالات السماوية. وهنا في هذا الفصل يدرس بعض تلك الخصائص، خصائص الشريعة مقارنة بالرسالات السابقة قبل الإسلام والتي كانت خاصة مؤقتة، ليتضح ما تميزت به هذه الرسالة المحمدية من المميزات الفريدة التي تدل على خاتميتها ودوامها. والناظر في خصائصها ومميزاتها يرى أنها قد وضعت على أساس الاستيعاب والشمول لكل الأحداث البشرية التي تطرأ وتجد في ظل الحق والعدل، بحيث لا يحتاج البشر في واقعهم إلى شريعة سواها بديلا أو معينا لها. ولما كانت هذه الشريعة تحتاج إلى حفظ ورعاية على مدى الزمن، فقد تعهد الله سبحانه وتعالى بحفظها وهيأ لها من يقوم بأمرها ورعايتها من الأمة الإسلامية نفسها. لأن حفظ القرآن، لأن الرسالات السابقة وكل حفظ الكتب كما ذكرنا إلى الربانيين والأحبار، فبعضهم خان هذه الأمان واشتروا به ثمنا قليلا. لكن الأنبياء كان إذا يعني مات نبي يخلفه نبي آخر، فهل في فهذا الاحتمال غير قائم الآن أن الرسول عليه السلام من بعده يأتي نبي، لأنه خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. فكون خاتم النبيين ولا نبي بعده وراءه حكمة، كانت الحكمة العظيمة في أن تكفل الله بحفظ القرآن الكريم والشريعة الخاتمة. لماذا؟ لتبقى الحكم على كل البشر إلى أن تقوم الساعة، لأن محمدا عليه السلام مرسل إلى جميع البشر، كل من على ظهر الأرض والجن والإنس يكلفون بالإيمان به والانقياد لشريعته. فلذلك تكفل الله بحفظ القرآن وجعل العلماء ورثة الأنبياء. فإذا طرأ على الدين بدعة أو انحرافات فيقيد الله العلماء والمجددين الذين هم ورثة الأنبياء لينفضوا عنه غبار البدعة ويعيدوه صافيا كما كان في العهد الأول. فلذلك هذا هو السر في وجود وظيفة المجددين. المجددون كي مش اخترعوا أشياء في الدين، لا، هم يعيدون الدين إلى نظارته وإلى صفائه قبل أن تختلط به البدع ويعني الضلالات. فحفظ القرآن الكريم لحكمة أن القرآن هو معجزة الله التي أيد بها نبيه، معجزة الأساسية. فلذلك اقتضى الحكمة الإلهية أن يحفظ القرآن لكي تبقى الحجة قائمة على كل أجيال البشرية في كل عصر ومصر. هذه الجوانب وغيرها مما يمكن الشريعة ويعطيها القدرة على الدوام والاستمرار، قد روعيت في هذه الرسالة الخالدة والتي قد ثبتت على مدار التاريخ إلى اليوم، وهي تؤدي دورها في كل مرحلة من مراحل الحياة البشرية. تستلهم فيها هذه الرسالة وينزل على أمرها
سواء كان ذلك على مستوى الأفراد أم على مستوى الجماعات، لأنها تشريع رب البشر وخالقهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فبالنسبة إذا قارنا الرسالة المحمدية بالرسالات السابقة نجد أوجه المقارنة في أمور كثيرة، منها أسلوب كل من الإسلام والرسالات السابقة، معجزة الإسلام ومعجزات الرسالات السابقة، مدى حفظ كل من القرآن والكتب السابقة، طبيعة التشريع بين الإسلام والرسالات السابقة، وهذا كله سوف يوضح لنا مؤهلات التي اختصت بهذه الأمة بحيث صارت صار دينها أو رسالة النبي هي الرسالة الخاتمة. إن شاء الله تعالى نتناول ذلك الأسبوع القادم، ونكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.